فيها في الاتجاهين، تغيير الاتجاه على اليمين ما كيكونش خطير بحال تغيير الاتجاه على اليسار، لانني ما غاديش نقطع الطريق في اتجاه معاكس. رغم ذلك لازم عليا احترام بعض القواعد. باش نغير الاتجاه اليمين ما نبعدش بزاف اليسار باش ما نخليش المجال لدخول الدراجات بيني وبين الرصيف، لكن الشاحنات او المقدورات فهي كتضطر تنحاز اليسار باش ما تطلعش العجلات الخلفيه ديالها على الرصيف الايمن. في هذه الحاله يمكن للسائق اللي تابعها ما يفهمش المناوره ويقوم بالتجاوز من اليمين، الشيء اللي يمكن يتسبب في حادثه. ما خاصنيش نتبع عن قرب السيارات اللي ناويه تدور على اليمين، حيت يمكن تلقى قدامها شي حاجز وتحاول المناوره باش تفاداه، او يمكن يخطئ السائق في تقدير المناوره ويفرمل فجاه. الراجلين اللي كيقطعوا الطريق اللي انا داخل عليها عندهم الاسبقيه، خاصني نخليهم يدوزوا هما الاولين. في ملتقى الطرق اللي ما منظمش بالاضواء وباش نغير الاتجاه اليمين من الضروري نشوف على اليسار وبالخصوص على اليمين قبل ما نندمج، ولو يكون المسلك اللي غادي نمشي فيه خاوي يمكن سياره تكون كتجاوز عند ملتقى الطرق. الا ما كانش التقاطع باين كننبه السيارات اللي تابعاني وذلك بالضغط على الفرامل مرات متواليه باش يرفرف ضوء الفرامل. كنقوم بنفس الشيء الا كان الشمس قبلتي لان السائق ورايا يمكن ما يشوفش ضوء تغيير الاتجاه. باش ندور على اليسار الا كنت في طريق حركه السير فيها في الاتجاهين كانت موضع على مستوى خط وسط الطريق، الا ما كانش خط الوسط كانت خيله وانت موضع عنده. اما الا كانت الطريق في اتجاه واحد كنشد مزيان اليسار باش نتفادى الدراجات اللي على اليسار. في طريق فيها حركه السير في اتجاهين لما كيتقابلوا جوج عربات جايين في الاتجاه المعاكس وناويين كل وحده تدور على اليسار ديالها، التقابل يمكن يتم بجوج طرق. الطريقه الاولى كل وحده منهم تدوز خلف الاخرى في تقاطع كيتسمى كلاسيكي، او يمكن تمر كل وحده منهم قدام اخرى على الطريقه اللي كنسميوها الاندونيسيه. ما كيتم التقابل بالطريقه الاندونيسيه الا اذا كان التشويه الافقي على الطريق كيبين بان التقابل خصو يتم بهذه الطريقه. في ملتقيات الطرق الضيقه كيكون التقابل صعيب من الخلف، في هذه الحاله كنشير للسائق الاخر باش يدوز قدامي باش نسهل العمليه. ممكن نوقف وسط الطريق باش نمر على اليسار، خاصني نوقف مقاد مع خط وسط الطريق وتكون العجلات ديالي مستقيمه، هكذا كتكون الرؤيه واضحه في المرايات وكتبقى عندي امكانيه الانطلاق في حاله كان شي خطر ديال الاصطدام من الخلف. اذا كانت حركه السير كثيفه خاصني نتموضع في المسلك الخاص بيا قبل ما نوصل للملتقى، وهكذا كنسهل العمليه وما كنعرقلش حركه السيارات ورايا اللي باغيين يدوروا. اغلب ملتقيات الطرق صبحت على شكل اتجاه مداري كتمشي فيه العربات في اتجاه واحد. مسار الاتجاه المداري كيرغم على السائق ينقص من السرعه وكيسهل حركه السير على مستوى التقاطع. على الرغم من هذا الشيء كيبقى السير في المدارات خاضع للقواعد مرتبطه باتجاه اللي غادي ناخذ. قبل ما ندخل للمدار يجب نتاكد من قاعده الاسبقيه اللي خاصني نطبقها، ففي غياب اي تشوير كنطبق قاعده الاسبقيه على اليمين. كتكون في هذه الحاله الاسبقيه للعربات اللي غادي تدخل للمدار، وفي حاله وجود اشاره اعطاء حق الاسبقيه في مدخل المدار العربات اللي كتمشي داخل المدار كتكون عندها الاسبقيه. وهكذا الا بغيت ندور على اليمين كانت موضوع في المسلك ديال اليمين، نراقب المرايات الداخليه والخارجيه بلا ما ننسى الزاويه الميته باش نتاكد من عدم وجود دراجه على مستوى سيارتي. ثم كنشغل مؤشر تغيير الاتجاه اليمين ونتاكد مره اخرى من الزاويه الميته قبل نغادر المدار. باش نمشي لقدام كانت موضع قبل المدار على اليمين، نراقب المرايات الداخليه والخارجيه وايضا الزاويه الميته اليمنى. ما كنشغل مؤشر تغيير الاتجاه ديال اليمين باش نخرج حتى نفوت المخرج الاول باش ما نغلطش مستعمل الطريق الاخرين. كنراقب الزاويه الميته دليسر لانه يمكن لمستعمل طريق اخر ياخذ الممر دليسر
ويبغي يخرج معايا. كنت أكد من زاوية اليمن مباشرة قبل ما نخرج من المدار باش ندور على اليسر. كان راقب المرايا وداروك الزاوية اليسرى باش نتأكد من عدم وجود عربة على اليسر ديالي، خصوصا الدراجات. نشغل مؤشر في غير الاتجاه اليسر ونتموضع في مسلك اليسر. من نوصل لمستوى المخرج الثاني نشغل مؤشر تغيير الاتجاه الايمن، ثم نشد اليمن بعد ما نراقب الزاويه الميته اليمنى. للقيام من السنوره في المدار نراقب ديما المرايا عند المدخل بلا ما ننسى الزاويه الميته اليسرى. نشغل مؤشر تغيير الاتجاه الايسر ونتموضع في المسلك الايسر. كنشغل مؤشر تغيير الاتجاه الايمن على مستوى المخرج الثالث ونراقب الزاوية الميتة اليمنى قبل الخروج. إذا دخلت للمدار وما عرفش المخرج اللي غادي نخرج منه، نبقى في المسلك الأيمن. ندخل للمدار واجب نعرف قاعدة الأسبقية اللي خاصني نطبقها. وأنا كنمشي داخل المدار وعند كل تقاطع كنطبق قاعدة الأسبقية مع العربة اللي بغات تدخل. مع اتخاذ الحذر من السائقين اللي ما منتبهينش أو اللي ما عارفينش القاعدة اللي خاصها تطبق.